بهالمساء ونحن بهالمسيرة السينودوسية مع بعضنا مدعوين كجماعة، مدعوين كجماعة لندخل بالسينودوس يلي هو السير معا. واليوم رح نتأمل بالسينودوس انطلاقا من الإنجيل يلي سمعناه، هو شفاء المرأة المنزوفة. طبعا هو السير معا، وهالمرأة المنزوفة حالتها النفسية وحالتها بالنسبة للمجتمع بحطوها على جنب وبيعتبروها خاطئة. لهيك بدنا نفكر انطلاقا من حالتها ومن اللقاء يلي صار بينها وبين الرب، كيف الرب مشي وكيف الرب ما تركها، هي اللي اجت لعنده. ونحن كمان اخوتي بدنا نفكر بالسير معا، مين الاشخاص يلي مهمشين، مين الاشخاص يلي بنعتبرهم عندهم مرض او المجتمع بيتهمهم بالخطيئه وهن بريئين منه، او حتى اذا كانوا خطا حتى ما نوقف موقف الديان. شو هو او شو هي الخطوه يلي انا عم قوم فيها تجاه هالاشخاص؟ واذا ما عم قوم بخطوات خليني نشوف شو هي الخطوه يلي انا عم قوم فيها بمجتمعي، واذا ما عم قوم بالخطوات تجاه الاخرين شو اللي بده يساعدني تقدر اقوم بخطوه تجاه الاشخاص لكون انا رفيق مين؟ تذكروا السامري الصالح، انا عم بعمل خير تجاه مين؟ مش مين عم يعمل خير تجاهي. بس سير معا انا مدعو لافكر بهالفكر. لهيك اجتماعنا اليوم هو بهيدا الهدف، حتى كل واحد منا يعطي خبرته. اذا كنت انا حقيقه عم بقبل اني اخذ الاخرين معي لعند يسوع، شو عم بعمل؟ واذا ما كنت عم باخذهم ليش؟ او شو المقاصد يلي انا برغب اني اخذها حتى اعيش بروح سينودوسية، يعني روح نقدر نمشي سوا، سين اودوس يعني نمشي معا الطريق، السير معا، هيدي معنى كلمة سين اودوس السير معا. لقاءنا هو بهذا الاتجاه. خلي كل واحد منا هيك اخوتي يتأمل ويشوف، هل انا صومي عم يساعدني بهالشيء؟ صلاتي عم تساعدني بهالشيء؟ شو العمل يلي عم بعمله انطلاقا من عنوان السينودوس؟ شركة على مثال شركة الله الثالوث المحبة، مشاركة، كيف عم بعكس شركة الله المحبة، عم نعكسها مع بعضنا البعض، يعني نقبل بعضنا البعض، نروح لعند بعضنا، اقبل اني روح لعند الاخر. الرب يلي هو الاله والانسان الكامل راح لعند البشر، قبل البشر، قبل انه هل يعتبروها نجسة او خاطئة، قبل انه تلمسه، لبل لمس هو بقوته، اخذت منه قوة لشفية حتى نقدر نعكس الرسالة ونكون حياتنا عم نعيش جو رسالة. فاذا السؤال هو انا انطلاقا من هالانجيل، انا هل عم بقبل اني اروح لعند الاخر؟ عم بقبل اني امشي مع الاخر؟ شو اللي بيمنعني او شو يلي عم يمنعني؟ وشو المقاصد يلي انا برغب اخذها بعد هذا اللقاء حتى حقيقه اكون عم بمشي المسيره السينودوسيه، عم بشتغل على كياني. انا ما فيني اشتغل على حدا منكم، انا بشتغل على حالي، وكل واحد منا بده يقرا حياته على ضوء المسيح الاله والانسان الكامل. بتمنى انه ما نخجل نطلع قدام الرب يلي قدسنا واخذنا القربان وهو موجود فينا على هالميكرو، كل واحد منا يعطي خبرته، يخبر عن شيء هو، اما يسبح الرب او يقرا حياته، يعمل مراجعه لحياته كيف هو عم يمشي او منه عم يقدر يمشي، شو الجراح يلي موجوده بقلبه بعد ما عم تخليه ينطلق لاخوته بقلب الجماعه، ان كان البيت الصغير او الجماعه اللي احنا بننتمي لها او الجماعه الاكبر يلي هي الرعيه.
شو في جرح بقلبي وشو اللي بعده عم يمنعني وشو بطلب من الجماعة بهيدا الوقت قدام الرب. بشكركم سلف على كل المشاركات يلي راح تقوموا فيها، بشكركم سلف على مشاركتكم. نحثكم بألا تجعلوا نعمة المعطاة باطلة، فها هو الآن الزمن المؤاتي، وها هو الآن زمن الخلاص. هذا ما يمتاز به زمن الصوم عن سواه، الذي تظهر فيه نعمة الله الشافية في مثل المرأة النازفة. عرف يسوع بإيمانها الداخلي العميق، لأنه يعرف ما في قلب الإنسان. لبى طلب إيمانها الصامت، وأراد أن يكسر كل حاجز بينه وبين الإنسان، أياً كانت خطاياه وشروره. لذلك نصلي يا ربنا يسوع أن تلمس قلبنا وعقلنا، اشفي جسدنا من كل مرض، وطهر نفسنا من كل خطيئة، كما فعلت مع الأبرص والمرأة النازفة التي مشت سيراً وراءك، وسعت إليك ووثقت بك وأصغت للروح القدس وألمستك. أين نحن من هذا الإيمان في مجتمعاتنا النازفة التي تطغى عليها محبة الذات والأنانية، ولا تنفتح لقبول كلام الله وعطية الروح القدس؟ لنتعلم مما قاله البابا فرانسيس في رسالة الصوم لهذا العام، لنستفد من الوقت الحاضر لكي نزرع ونصنع الخير عاملين معا في حقل الله. فلنسقط حواجز النزاعات بين الناس بنعمة المصالحة والغفران والمحبة. يا ربي يسوع، ألهب المحبة بنعمة روحك القدوس في قلوب مجتمعاتنا، فنسير نحوك على دروب المحبة. بالتالي نتذكر أيضا دعوة سيادة المطران روحانا الأحد 27 الثاني، إلى اعتبار فضيلة المحبة محبة الله ومحبة القريب علاجا إنسانيا وروحيا، يثبت وحدتنا في المسيح من جهة، ويثبت شراكتنا الأخوية من جهة أخرى، إذ إن كل واحد منا هو عضو للآخرين. نعم، هذا هو المصباح الذي يقود المعمدين باسم الثالوث الأقدس، الذين لبسوا المسيح وهم يسعون إلى السير معا، وذلك على هشاشة طبعهم وإرادتهم تحقيقا للرسالة الإنجيلية، لأنه بالمحبة محبة الله ومحبة القريب تكون الكنيسة السينودوسية أو لا تكون. ونحن بسيرنا معا سنكون شهودا للمسيح إلهنا كالأبرص والنازفة وإلى أبد الآبدين. آمين. مشاركة من الجميع، نجاوب على هالسؤال انطلاقا من حياة المرأة المنزوفة. كل حدا منا يخبر خبرته بالسير معا، وين ماشيين وين منا ماشيين، شو الصعوبات، شو يلي بيساعدنا، شو يلي بيمنعنا، شو اللي عم بيعرقلنا، ونحط حياتنا قدام الرب ونطلب منه. أنا اليوم يا رب قدام المرأة النازفة يلي كانت عندها تعب جسدي ونفسي، أنا اليوم عايشة نفس المعاناة على مستوى يمكن تاني، لكن اليوم بوقف وبقول لك
بالمحبة والوحدة يلي أنت دايماً بتدعينا نعيشهم، بسأل حالي كنت عم بضمن حياتي بشوية مصاري بالبنك؟ مش من هون بتجي الحياة. كنت عم بضمن حياتي بشوية أراضي وأملاك؟ ومش من هون الحياة. واليوم بسأل حالي من أي نزف أنا عم بعيش؟ حبي لذاتي؟ أضمن أنا حياتي وطولها كم سنة أو صغرها؟ ومين قال أنا عندي بكرة؟ حياة المسيحي مش مبارحة، هلأ اللحظة. وأنا قدامك اليوم شو معقول إلك؟ شو عم بعمل مع إخواتي البشر؟ وشو رح أخذ معي بالنهاية؟ أعمالي؟ عم بنزف لأنه بحب حالي، بعد عندي شوية غرور، أنت بتعرف مش شوية كتير، وعندي حب الذات والأنا، من هيك مش عم بقدر شارك الآخرين بالنعم يلي أنت عطيتني إياهم. أنا خجلاني قدامك، ما بهمني حكم البشر، لهيك بدي أطلب منك توقف أنت هيدا النزف لأنا وتعطيني، أعرف تكون أنت الضمان الوحيد، وسكت عقلي لأنه ما بيوديني إلا للهاوية، وشغل قلبي اللي أنت رح تسكب فيه نعمك لأقبل إيدي تكون ممدودة للآخر مثل ما مديت إيدك على صليبك وعطيتني حبك، ومثل ما سكبت دمك على صليبك وقلت لي هالقد بتحبني، ومن فوق فرجيتني قيمتي كإنسان وكابن لله وكخي لإلك. وأنا بعيونك وبعيوني عم شوف خي الإنسان خي لإلي، أو بعدني لهلأ بشوفه هو آخر وأنا لوحدي. أنت قلت حيث الآخر هو المسيح، أنا مش قادرة أشوفك، بعتذر بهيدا الصوم، جدد حياتي وجدد روحي يا رب بروحك القدوس، تمن ذاتك ومن حالي نصير واحد وأقدر شوف الآخر أنت، وأقدر أقول لك بشكرك يا رب. يا يسوع اللي بتحبني كتير، علمني كيف مثلك حب. أنا بجي بقدس وبصلي وبوهم حالي يمكن أني أنا بحبك، لأني لو أنا مزبوط بحبك كان بحب خي الإنسان وبقدر سامحه وما أكون ضعيفة بأي موقف اتخلى عنه. ساعدني يا يسوع أني أحبك وشوف صورة وجهك بكل إنسان. علمني سامح، علمني كون مثل هالمنزوف اللي حبتك كتير وكان عندها ثقة إنه لو مسكتك رح تشفى. علمني إن تقوى هالثقة أكتر بمحبتك من خلال معاملتي لغيري، لأنه متى من وجدت المحبة عم السلام. ساعدني يا يسوع، خليني بصلاتي شوف أغلاطي وسامح خيي وأقدر ساعده، ولأنه بس ساعد خيي وقلب طعميه أو زوره كأني عملت هيدا الشي لإلك مثل ما أنت علمتني. ساعدني يا يسوع وسامحني وقويني حتى امشي بهالمسيرة، ويحل الروح القدس علي واطلب ملكوت الله والبر وبس. ويمكن يا يسوع نحن
بس نكون عم نحكي مع خينا الإنسان، حتى لو طريق بدنا نوصل له كلمة الله وما تقبل، نحن ضعاف دغري مننسحب، ما منكفي، منستسلم. علمنا يا يسوع أن نكون قوايا وما نستسلم بالهين. علمنا خلينا نحفظ الكلمة بقلبنا قبل عقلنا. بشكرك يا يسوع لأنك رغم كل أخطائي ورغم كل شيء بعمله بعيد عن وصاياك، بعدك أنت بيي وأنا بنتك. بشكرك يا يسوع، بشكرك على كل شيء بحياتي، وبشكرك لأنك أنت بحياتي أهم إنسان بحياتي. وعلمني يا يسوع أني أحب. نشكر الله على قداسة البابا فرانسيس، على هالسينودس يلي أعطينا إياه فرصة لنتعمق ونفكر كلنا سوا ونتعمق بالإنجيل ونحكي مع بعض ونتقرب من بعض أكتر وأكتر. واليوم إنجيل شفاء الناس فيه، طلبت القليل ونالت الكثير. نطلب منك يا رب تشيل عنا النزف، النزيف يلي بقلوبنا بعقولنا بلبنان بوطننا بالعالم وين ما كان. كبر الجرح يا رب، سمحنا واغفر لنا وطلع فينا وبلسم جراحنا يا رب. مرسي. أول شيء بدي أشكرك يا رب على نعمة أني موجودة بجماعة اللي هي جروب سام، اللي هي منروح عند المحتاجين ونقدر نشوفهم ونقدر نصير معهم. هيدي النعمة اللي عطيتني إياها وعطيتها للأشخاص الموجودين بالجماعة. قدرنا نقول نعم مثل ما العذراء قالت نعم، ومشينا بهيدي الطريق. يمكن هالفترة شوي الجماعة هيك مضعضعة، نحن بحاجة لمساعدتك لنرجع نقوى مثل ما كنا. وبطلب منك انه شوف الأشخاص اللي يمكن لازم ساعدها وما ساعدتها، نكون موجودين حد بعض أكتر. أعرف سير مع الأشخاص اللي مش منتبهت له. بطلب منك يا رب. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب أنا بشكرك لأنك خلقتني، أنا بشكرك على عيش الأمومة، أنا بشكرك على أولادي، أنا بشكرك على حياتي، أنا بشكرك على الكف اللي سمحت إني أكله، لأنه هيدا الكف لو ما أنا أكلته ما كنت رجعت لعندك. أنت الإله الحنون، نحن بالبداية ما منعرف قيمتك أبداً، ومنتوجع كتير من الكفوف اللي منكلها وما مننتبه إنه هي بتكون لقداستنا. أنا بشكرك كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة، بشكرك وبمجدك وبسبح اسمك القدوس هلأ وللأبد. آمين آمين. يا رب هالمرأة كان عندها الجرأة، كان عندها الثقة، كان عندها الثقة فيك إنه أنت قادر تعمل شيء، كان عندها الجرأة إنه ما راح يهمها شو من قالوا حتى ولا اتضح أمرها. أعطينا يا رب يكون عندنا الثقة والجرأة
أعطيني يكون عندي كمان هالثقة وهالجرأة أني أوثق يا رب أنك أنت قادر على المستحيل أنه يصير ممكن. محل ما عم تكون الطريق مسكرة يا رب أعطيني الجرأة، أعطيني الجرأة أني أفتح باب قلبي أني أروح للآخر. وما خاف يا رب لأنك أنت معي. مثل هالمرأة يا رب يلي كان عندها ثقة وما خاف، أعطيني يا رب روح للآخر يلي هو على صورتك ومثالك، الآخر يلي ممكن يرافقني أو ممكن أنا رافقه. وما أسمح يا رب أن يكون في أي حاجز، أي معوقات من ناحيتي يا رب، أقدر حط الكبرياء على جنب والأنانية، وهودي نزيف موجودين فيه، موجودين بالإنسانية يلي أنا بلبسها. ولكن يا رب بنعمة جسدك ودمك هن يلي لمسوا هالمرأة، وهي اللي لمستك، وأنا يلي عم بلمسك يا رب، أو أنت عم تلمسني، عم تدخل لأحشائي. أعطيني الثقة مثل بيقول المزمور: اتكلوا عليه ووجوهكم لن تخزى، إن المسكين دعاه فاستجاب له ومن جميع شدائده خلصه. أعطيني يا رب الجرأة أني أسكب قدامك ذاتي حتى أتحرر من كل ضعف بنعمتك وحبك الكبير، حتى هالشركة يا رب يلي عم تشركنا فيها وعم تطلب منا أنه نشترك مع كل أعضاء جسدك السري حتى نكون هالجسد، الجسد الممجد يلي هو بيكتمل بكل خي بكل أخ شو ما كان شأنهم، لأنهم هني صورة عنك، لأنه جسدك السري يا رب رح يدل ناقص الشخص يلي بعده قلبه مسكر وبعده عم ينزف وما رح ترتاح يا رب إلا وقت يلي الكل بيرجعوا لإلك. أنت يلي قلت لنا عودوا إلي وأنا أجبر كسركم. نعم يا رب أعطينا نمشي سوا، نعرف نمشي سوا. خلي روحك القدوس هو يشجعنا ويثبتنا. نقبل عطاياك ونعمك. لك المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الواحد آمين. يا يسوع بالنهار المبارك الأحد بطلب منك بشفاء الناس في اليوم لما لمست توبك. أنا عم بقطع بمرحلة جديدة علي مع أمي وعم بتكون ضايعة ما عم تعرف حدا أبداً، شغلة صعبة علي ومع منين بالليل عم كون مع صعبة، شغلة صعبة، شغلة جديدة علي. بطلب منك تعطيني القوة وتعطيها القوة والسلام وتقطع هالمرحلة على خير وما تتعذب بشي أكتر من هيك وتعيش معك بسلام وتصلي لك واسمع لها يا يسوع. لو ما عرفت صليت كتير هلأ بآخرتها، نحن عم نصلي لها واليوم كل النهار عم نصلي لها. بهالقداس طلبت كتير منك أنه تكون معها وتعطينا القوة، وبطلب منك يا يسوع أنت تخليني قد ما فيه يكون حد الفقير وساعد الأخوة وساعد العالم المحتاجة. يا مر فرانسيس أنت أعطينا القوة وأعطينا القدرة، وأنت بتعرف يا يسوع أنا بكون عند حسن ظنك
وشو فينا أعطي رح أعطي من خيرك أنت يا يسوع. آمين. أيها الآب الأزلي، نحن الذين خلال هذا الصيام المقدس أصغينا لكلمتك وتذكرنا الآيات والمعجزات التي صنعتها والأشخاص الذين حدثت معهم، وجاهدنا في سبيل الانتصار على الجسد والعالم والشر، وتأملنا بخطيئتنا وإلى أي مدى أبعدتنا عنك. ننطرح عند قدميك ونلمس رداءك ونصرخ بندامة، خطئنا إلى السماء وإليك، ولا نستحق أن ندعى أبناء لك، نتوسل إليك. كما شفيت الأبرص المشوه من برص الخطيئة، اشفنا يا رب. كما شفيت المنزوفة من نسف الخطيئة، اشفنا يا رب. كما أحييت ابنة يائيروس وأقمت لعازر من القبر ومن موت الخطيئة، أقمنا يا رب. كما شفيت المخلع من شلل الخطيئة، اشفنا يا رب. كما أعدت النظر للأعمى من عمل خطيئة، اشفنا يا رب. فنصعد معك إلى أورشليم بقلوب نقية وكؤوسنا مليئة بالخمرة الجيدة ومصابيحنا مشتعلة، لابسين الحلل البيضاء وحاملين سعف النخل وأغصان الزيتون، هاتفين منشدين مع الكنيسة جمعاء، هوشعنا مبارك هو الرب. ليكن قربنا منك يا رب السماء للعبادة لا للاستفادة، شهادة للآخرين لا عثرة لهم. علمنا ربي أن لا نكون حاجزا بينك وبين الآخرين، بل اجعلنا أداة نسهل للآخر الاقتراب منك، ورسلا نخبر عن حبك ومجدك. آمين. بشكر الله عليكم بهالشكر يلي بيقول الشكر تدوم النعم. نحن وقفتنا الثالثة الأحد اللي جاي عم نتأمل بالابن الشاطر أو الابن الضال أو الابن الأكبر أو محبة الآب. نحط حالنا اليوم من هلأ بجو الأحد القادم حتى نجي ونكون فكرنا طيلة هالأسبوع، هل أنا الابن الأصغر يلي كان عندي الجرأة إني أترك البيت وروح؟ هل أنا الابن الأكبر يلي كنت موجود مع البي مع بي ومني شاعر فيه، موجود لأنه لازم يكون موجود بس مني مقتنع مثل ما بيّن هالشيء بهالابن الأكبر يلي ما قبل عودة خيه على الأصغر على البيت، عودة هالإنسان التائب قدام هالبيت يلي هو بين السماوي، أنا مين؟ خلينا نفكر تلت هالأسبوع حتى نجي حاطين ببالنا كيف بدنا نطرح زواتنا قدام الله الآب، لأنه ما في حدا رح يشفينا مثل ما هالمرأة النازلة برمت كل الأطباء، ما حدا قدر قدم لها الشفاء، ونفسي ما حدا رح يقدر يشفيها إلا هو. حتى حقيقة كنت أنا عم بمشي أنا كفرد وصادق بعلاقتي مع الرب ومع الإخوة، وكل واحد منا يفكر بهالشكل إنه أنا بدي يكون مع الله الآب صادق معه حتى نمشي المسيرة، وإذا كل واحد منا بيعمل هالمسيرة نقدر نمشي سوا. الله الآب بيفرح لأنه عم نقدم شهادة وعم نقدم رسالة للعالم، عم بيشوف إنه انظروا كيف يحبون بعضهم
البعض. أكيد حملكم أخوتي الصلاة من أجل يلي عم يتألموا بنفوسهم بأجسادهم، خاصة اليوم مش بس بوطننا، بأوكرانيا وبروسيا الألم الكبير، حتى ربنا هو يعطي روح التوبة الحقيقية لنقدر نلاقي سلامنا الحقيقي. للثالوث الأقدس المجد من الآن وإلى الأبد. بصوت الأبناء بنقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس ليأتي ملك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزا كفاف يوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. تحت نظر أن مريم العذراء سيدة المعونات هي اللي قالت لهم للخدم: افعلوا ما يأمركم به، نطلب شفاعتها حتى نعمل يلي هو بيقلنا عنه، بنقول لها: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا إبليس يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس تكون مع جميعنا يا أخوتي من الآن وإلى الأبد. آمين.